عبر الالفي تو. بحييكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا، وبندعيكم لمتابعه حلقه اليوم من بتحلى الحياه الغنيه مثل العاده بفقراتها، مواضيعها، ريبورتاجاتها وضيوفها يلي بنحبهم كثير. ولين يلي بنحبها اكثر؟ هاي لين. ميرسي عافا، شو اخبارك؟ انا منيحه، كيف كان نهارك اليوم؟ نهار كثير حلو، وخاصه لكل اللي بحبوا التزلج كان نهار اليوم مشمس، واكيد يعني كل اللي طلع على يعمل سكي كان حظه كثير حلو. اكيد اكيد. بحييكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم بتابعونا، وضيفنا لليوم هو رياضي، ولطالما من هو وصغير بيعتبر انه الطابه هي ملعبه ان كان بالفوتبول او بالفوتسال. بنرحب سوا كلنا بلاعب، بنرحب نستقبل لاعب فريق بنك اوف بيروت بالفوتسال مهدي قبيسي واخته انجيلا. على الرغم من ذلك الهدف الرابع كان عن طريق مهدي قبيسي اللي عم يرفع رصيد فريقه لاربع واحد، اربع اهداف اذا بالاعاده عم نشوفها. التمريره والاسيست كانت من علي الحمصي. للمره الاولى ياسر كمان، وانتو حلوه كثير مع مهدي قبيسي. ياسر طبل على السابع والسابع، فادي شريش بفضل يروي لعد قبيسي على الطاير والطابه. وليكو التمريره الرائعه كريم ابو زيد على الفار بوست، ومهدي قبيسي هو اللي سجل الهدف الجديد. مهدي قبيسي اهلا وسهلا فيك، وانجيلا يا هلا، يا ريت الكاميرا كانت عليك مهدي لحتى يشوف المشاهدين كيف كنت مركز على الماتش، انت عم تشوف حالك وبتابع حالك، حسينا كانه انت على ارض الملعب وعم تواكب الاحداث. مهدي انت بيك حقق حلمه من خلالك، بيك يلي كان يحب كثير لعب الفوتبول. اول شيء بونجور وميرسي على استضافتكم. يا هلا وسهلا فيكم. الوالد كان يحب يلعب كثير فوتبول بس ما كان يعرف كيف يلعب فوتبول، فهو إذا بدك من أنا صغير كان يشجعني حتى إنه يفجر هالموهبة من خلالي، أو الحلم اللي كان هو يحلم فيه كان يدعمني لحتى أنا أحققه. وأنجيلا أنت قد إيه بتدعمي لخيك وقد إيه بتتابعي المباريات كمان اللي بيلعبون؟ كثير. بتحبي بتنزلي؟ بتحب تنزلي على الملعب وبتحضري؟ أنا ما كل مرة يعني إنه رحت حضرته، بس ولا مرة إنه ما شفت الماتش على التلفزيون أو بالملعب. على طول بتحضر هي على التي في على شاشه ال بي سي، خاصه عن المباريات اخر مباريات كمان كانت كلهم عم تتابعهم. كل حال هي دلوعه البيت. اكيد صحيح، هي الصغيره بالدلوعه. انجيلا ولاحظنا كمان انكم لابسين مثل بعض. ايه دائما هيك يعني باكثر الاوقات بس نظهر بنلبس هيك. مضبوط. هي قريبه لك اكثر مهدي؟ هلا هي قريبه من الكل بالبيت لانه هي صغيره، نحن يعني نحن اربع اولاد غيرها، نحن خمسه بسم الله، فهي في فرق بالاعمار، هي الصغيره ونحن كلنا من عمر بعض. فهي اكيد بتاخذ اكثر شيء الدلع والحنان اذا بدك. مثل ما ذكرت عفاف انت يمكن حققت حلم بيك، اليوم بعده بيدعمك وبعده بينصحك وبعده بيتابعك بكل المباريات مهدي؟ هلا اجمالا نحن بالبيت العائله كلها بتدعمني. والبابا بالاخص لانه قلت لك كان يحب يلعب ما كان يعرف، بس انه كلهم بيدعموني وبيحضروا المطوشه وبيروحوا على الملعب يحضروا، يعني اذا شايفه الزغطوره بالبيت عم تحضرني كمان. بس انت الوحيد يلي بالعائله بيلعب فوتبول وبعدين انتقلت للفوتسال، ليه انت الوحيد؟ هلا اخواتي عندهم غير هوايات، يعني الصبايا عندهم الدانس او الغنى، وخيي بيروح اكثر للجيم للركبي، فانا يعني من انا وصغير عندي هالموهبه العب فوتبول. عشان هيك يعني الوالد شاف موهبته فيك لانه انت الوحيد. لأنه هو يعني كان يحب هاللعبه بالضبط. يعني بلشت بعمر ست سنين بالفوتبول صح، بعدين انتقلت للفوتسال، ليه هالنقله؟ شو صار؟ ايه هلا انا من انا وصغير بلعب فوتبول، كان عمري سته وقتها سجلني البابا باكاديميات، من اكاديميه لاكاديميه، بعدين بعمر 12 انا مضيت اول كونترا مع نادي الشباب العربي بالفوتبول، حققت معه كذا بطوله بالفئات العمريه بين اذا بدك اشبال ناشئين هيك هيك بسموهم فئات عمريه. بعمر 19 سنه مضيت درجه اولى مع السلام صغرتا، ربحنا كمان كاس لبنان، وبعدين على عمر ال 20 سنه انتقلت لنادي بنك اوف بيروت للفوتسال، وبعتقد كان الخيار الافضل لي اني انتقل على الفوتسال. قد ايه صار لك؟ هيدا ثالث موسم الي، يعني تقريبا هي ثالث سنه الي بالفوتسال. كانت هينة عليك النقله لانه بنعرف بين الفوتبول والفوتسال القوانين بتختلف. هي القوانين بتختلف واللعبه بتختلف، يعني انا اول شيء فكرت انه حلاقيها سهله
انه ما في فرق كتير، نفس الطابه، انه تقريبا نفس اللعب، بس مع الوقت اخذت وقت لركلجت وحسيت بفرق كبير. يعني هل فيك تقولي هيدا تالت سنه لبلشت ركلج والعب يعني 100%، يصير اتعود على اللعب باحتراف اكثر؟ ايه من ناحيه انه في اختلاف باللعبتين. نعم. فهلا انا بلشت اتعود على هاللعبه، كنت انا معود على المساحات على الملعب الكبير، بس هلا الملعب اصغر شوي يعني مثل ما بتعرفوا. يعني اصعب الفوتسال برايك يعني مقارنه بلعب الفوتبول ولا؟ برايي اللي بيلعب فوتسال ممكن يرجع يلعب فوتبول، بس اللي بيلعب فوتبول صعب كثير عليه يلعب فوتسال، تقنية اصعب واضيق. صح. برايك ليه بلبنان صار الفوتسال عم يتقدم اكثر من الفوتبول؟ عم بتحس هالشيء؟ ايه يعني اكيد هلا الفوتبول بلبنان مش باحسن حالاته، يعني مثل ما الكل بيعرف، بينما الفوتسال عم تطلع طلعتها، في كتير دعم لهي اللعبة، وبالأخص هلأ الـ LBCI يعني المنتوشة كلها، وصار في جماهير أكتر، صار في شهرة أكتر، العالم عم تحضرنا، وأكيد كمان نادي بنك بيروت عم يشتغل بطريقة كتير محترفة. نعم. كتير بروفيشنال، وكمان عم بيساعدنا نتقدم وساعدنا كمان ننشهر. نعم. مهدي انت اخد بي اي بالانشورنس وبعدك عم تدرس كمان بانكينج، قد ايه اليوم البنك عم بيريحك بين الشغل وبين الماتش؟ هلا انا مزبوط اخذت شهاده بالاسورانس من الاي اس جي، وبعدني عم بعمل اتيود بانكير ماستر بريمير اني، يعني ان شاء الله السنه الجايه بتخرج. البنك عم بيريحني كثير، عم بيريحني وكثير عم بيساعدني، يعني انا وقت يكون عندي صف بالجامعه كمان عم بقدر فل بكير اوقات من الشغل، مثله مثل وقت المتوشي. يعني كمان نحن بالاداره النادي بهمهم العلم مثل ما بهمهم الفريق، يعني انا اذا عندي تمرين وعندي اكزام او عندي صف مهم، لا بروح على الصف ما بروح على التمرين. يعني يكونوا متسهلين بالوقت. اكيد، لانه هن بيقدروا وبيعرفوا الوضع وهن بشجعونا على العلم قبل اللعبه. نعرف كمان انه بتلعب بفريق جامعه اليو اس جي يلي انت تلميذه. صح. قد ايه عم تقدر توفي باللعب وين ما كان اكيد مع دراستك؟ هلا شوفي انا نهاري ببلش كثير بكير، يعني انا بقوم بوعي الصبح على الشغل، من بعد الشغل عندي تمرين مع الفريق البنك اللي هو تمرين يومي من الاثنين للجمعه، وسبت احد اكيد بيكون عندنا جيمات. الجامعه وين حصتها بين كل هالمسؤوليات؟ نعم، الجامعه وين صارت؟ الجامعه بتصير كفريق الجامعه. بعد ما خلص انا تمرين البي او بي البنك اوف بيروت بروح على صفي، بيكون صفي من 7:15 ل9:15، وفي مره بالجمعه بيكون عندي جيم مع الاي اس جي عشيه بكون، واكيد بموافقه اداره نادي بنك اوف بيروت. أنجيلا خبرينا عندك أكثر، تو أي صف؟ دكاترة. شاطرة بالمدرسة؟ كثير. شو بتخبري رفقاتك؟ إنه مش كثير أشياء، بنقعد نلعب بالركري. وقلتي لهم اليوم إنك طالعة على التي في؟ شو قالوا لك؟ إنه انبسطوا لي وقالوا لي إنه رح يحضروني. أوكي، وشو بدك تقولي لهم هلا لكل يلي عم يحضرك من أصحابك؟ ما بعرف كثير. وجهي لهم شيء، قولي لهم شيء. في قول لهم بونجور ومرسي لانه عم تحضروني وعم بتشجعوني. عم تشجعوا خيي كمان. بتشجعوني ايه. مهدي شخصيتها واضح لانجيلا انه قويه، هي هيك بالبيت منطلقه وبالدفعه وعندها ثقه بحالها. هي نابعه من انه كلنا بنشجعها بالبيت لانه هي صغيره، كنا بنوقف حدها يعني ما بنخاف عليها. ايه الحمد لله، يعني فينا نتكل عليها. شفتي انه انا هي طلبت مني اجيبها معي اليوم وانا ما برفض لها طلب، فكرمال هيك يعني هي اصرت بدها تكون موجوده. صح، معك. 100%. مهدي ب 4 اذار مارس في مباراه بينكم وبين اول ستارز او نجوم العرب، اول شيء مين بيكونوا؟ خبرنا هيك عن تفاصيل واعطينا معلومات. ب 4 اذار عندنا مباراه كثير مهمه، هلا هي اكثر استعراضيه بس نحن مهمه لنا لانه مباراه ضد نجوم العالم، مش نجوم العرب، نجوم العالم بكره الفوتسال، يعني كره الصالات وكره القدم الفوتبول. هو نحن عندنا مباراه ضدهم، هن مجموعين لعيبه الفوتبول والفوتسال فريق واحد بدهم يلعبوا ضدنا، ومن اهم اللاعبين اللي عم بيشاركوا هن ذا ليجند اوف مانشستر يونايتد رايان جيجز، وافضل لاعب بالعالم بالفوتسال اللي هو فالكاو. يعني هيدي خبرة كتير كبيرة لنا ومباراة كتير مهمة. طب ليش انتو بالذات اللي عم تلعبوا، ليش مش اي فريق تاني؟ يعني كيف تم الاختيار يكون اللعب بينكم وبين؟ هلا تكون صريح معك، بلبنان نادي بنك اوف بيروت بالفوتسال هو افضل نادي بلبنان، وتاني شيء بجهد من الادارة، يعني انا بوجه لهم تحية كتير كبيرة، عم يشتغلوا بكل احتراف وبكل النظام،
وعم يشتغلوا من قلبهم اذا بدك، وعم يشتغلوا لنوصل للماكسيموم تبعنا. وعملوا هاي الجيم اللي هي استعراضية مزبوط، بس هي كتير مهمة لأنه ولا مرة صاير بلبنان قبل بتاريخ الفوتسال، وعم يشتغلوا صح. برأيك ليه عم بتصير هلأ بلبنان؟ ليه هلأ وليه معكم وليه هني مجموعين عنا؟ هلأ ليش عم تصير هلأ؟ لأنه هلأ وقت الفوتسال، هلأ الفوتسال بلشت تنطلق من لبنان، يعني بلش من لبنان، هي معروفة عالميا بس بلبنان مش كتير معروفة، هلأ بلشت تنشهر. نعم، فهيدي خطوة كتير مهمة لإلنا نحن، أنه النجوم العالميين موجودين معنا وعم يتباهوا معنا. صح، كلبنان أول شيء وكبنك أوف بيروت، خطوة مهمة للفريق أكيد. شو ممكن يقدم لكم هيدا الماتش؟ نحن عم نحكي انه هو يعني شهرة لإلكم، صح، وامتداد اوسع لإلكم، عم نحكي مش بس لبنانيا وعربيا انما ايضا عالميا، بس انتم شو بيقدم لكم انتم على الصعيد الشخصي ورياضيا؟ هلا نحن على الصعيد الشخصي اذا بدك بيقدم لنا خبرة. يعني نحن نلعب متوشي بلبنان، نلعب متوشي باسيا. نعم، نحن كمان كنادي بنك اوف بيروت عندنا هدفنا ابعد من لبنان، نحن اكيد بنسعى لنحقق بطولات بلبنان ولكن بدنا ناخذ مركز مهم باسيا. نعم، فهيدي طريقه من الطرق لحتى تعطينا بوش اكبر، لحتى تشجعنا اكثر وتعطينا خبره اكثر لنوصل لمراحل ابعد. نعم، كيف عم تتحضروا لها يعني؟ هلا نحن اكيد تماريننا يوميه من الساعه ونص لساعتين، واوقات بيكون عندنا تمرينتين بالنهار قبل الظهر وبعد الظهر. نعم، فنحن من خلال هيدي الطريقه عم نقدر نتمرن ونتحضر اكثر، مش بس لهيدي المباراه، هيدي مباراه استعراضيه اكثر، ولكن عم نتمرن لاكثر مباريات جديه عندنا مثل الفاينلز، هلا البلاي اوفز وبطوله اسيا. امتى الفاينلز ببطوله لبنان؟ هلا مبدئيا الشهر الجاي في عندنا كاس لبنان وعندنا البلاي اوفز اللي هن الفاينل 8، بيرجع الفاينل 4، بيرجع الفاينل جيم. وانا بدعي كل اللي بحب هاللعبه يعني يفوت على صفحه بنك اوف بيروت سبورتنج بيج، على البنك اوف بيروت سبورتنج كلوب، سوري، على الفيسبوك، ويقدر يشوف كيف بيقدر يحصل على تيكتس كرمال هذا المباراه. برايك كيف راح يكون مستوى المباريات؟ مين راح يحرز اللقب او يفوز بلقب البطوله؟ هلا اكيد مستوى المباريات متقارب وصعب، خاصه هلا صار في كل فريق بحق له باجنبيين واجنبيين على ارض الملعب. احنا مثل ما بنعرف كان قبل الاجنبي بالملعب والاجنبي الثاني بيكون بنش، بيريحوا بعض، يعني بحق لهم بس واحد بالملعب، لكن هلا في اثنين بالملعب، فالمستوى بيعلى. نحن هيدا الشيء بيعلينا مستوانا، ونحن كفريق بنك اوف بيروت عم نتحضر كثير وعم نسعى لنحقق البطوله هيدي السنه كمان. بس ليه تغير القانون؟ ليه صار لازم يكون اجنبيين على ارض الملعب؟ بعتقد هيدي خطوه ليعلى مستوى اللعبه بلبنان، وهيدي خطوه كانت ناجحه، وهو فعلا هلا المستوى بلبنان عم يعلى وعم يعني عم تبين اللعبه اكثر بلبنان. صح، عم تظهر اكثر. مهدي، ما في شك انت كرياضي اكيد بتتبع نظام غذائي معين. أكيد. مين عم يهتم لك بهذا الشيء؟ وهل بتحرم حالك كمان من اي اكله او حلو؟ ايه اكيد. هلا بالمبدا من التنين للجمعه انا بمشي على نظام غذائي معين، سبت احد اكيد بخبص يعني بالبيت، يعني بالبيت اكيد الوالده بوجه لها تحيه، هي كل يوم بتتعب معنا، يعني اوقات بتعمل اكل لاخواتي شيء ولالي شيء، وانت خاص بيكون اكيد. ففي كتير اشياء ببعد عنا، اذا بدي اكل خبز باكل خبز اسمر. الاحد بيكون هو عنا نحن تشيت ميل بيقولوا، بس انا بعتبره تشيت داي مرق، يعني ترجع بتعود، يمكن برجع بعود صح، ولكن لا انا بالمبدا ماشي صح. بس هو تشيت ميل مثلا عباره عن شو بيكون؟ او تشيت داي كمان بتخبص طول النهار؟ لا مش هيك، مش انه يعني كيف ما كان، بس انه عبالك كنافه مثلا، ما فينا الا الاحد مثلاً. يعني انت قلتي 100% من مرة كنافه بتفضل تمرق الصبح مثلا او عشيه اثنين مثلا، مش وحده كمان. كمان يعني يلا كل جمعه عم فكر فيها. صحتين سلف. نحن بنرجع شوي على الجامعه وعلى الفريق الجامعي اللي بتلعب معه، بهمنا نعرف هل الجامعه بتساعد تلاميذها، بتقدم لهم منح، وقد ايه انت محظوظ اذا عندك منحه ولا لا؟ اكيد اكيد انا بجامعه اليسوعيه شيء عم بيساعدوني وعم يعطوني كمان دعم لحتى انا وفق بين درسي وبين لعبي. نعم. فهني انا عم يعطوني شيء بالمقابل، وهذا الشيء بحفزني وبيعطيني انا دعم لحتى اقدم مستوى هني يعني مطلوب مني وهني ناطرينه مني. اكيد مهم الجامعه تشجع تلاميذها مش بس اكاديميا انما ايضا رياضيا، وهيدا أكيد أكيد. دليل وعي واهتمام ايضا بالتلاميذ. وانا كمان يعني مثل ما انا بلعب رياضه كمان بنتبه كثير لدرسي ولجامعتي، لانه بالنهايه انا
عندي تو كاريرز، واحدة رياضية وواحدة مهنية. هيك بيعطوك حافز انك تهتم بدراستك اكثر واكثر، تعطي اكثر. مهدي، لنرجع شوي على نظام الغذاء اللي بتعتمده بحياتك اليومية، قلت لنا نهار احد انه انت عندك تشيتينج داي، بس بالايام العادية في شيء بيأسرك؟ يعني في شيء ممنوع عنه كليا، اي مشروبات او هلا البيبسي والمشروبات الغازية انا ما بشربها. هلا الاحد ممكن مرق، بس خلص تعودت يعني، صرت يعني ما بيعنوا لك، صاروا صح. صح بالمبدا هيدي هي، واكلي بنتبه على اكلي، باكل اكل الصحي، الاكل اللي بيفيدني. بعيد عن انجلا بتتعلم منك كمان تتبع هلا انجلا عن جديد بلشت هي وشو انعطى اجماع الاولاد بصيروا بيقلدوا يمكن اخواتهم بيحبوا. ايه هي عم تعود شوي شوي، بس بعدها بتحب النوتيلا كثير. ما عم تقدر توقف. ليه حتوقف النوتيلا معك يا انجلا؟ مش لحالي كمان. بس النوتيلا بتحبي؟ شو بتحبي بعد اكثر شيء؟ انا بومبو ما بحب، كل فاتي بيحبوا، انا ما بحب كثير. نو وانا مره باكل بومبو ولا هيك يعني. بحب مثلا ما باكل غير كيك في ميزون، ما بحب يلي من برا. تاخذي معك فواكه على المدرسه ولا دائما شوكولا مثلا؟ لا مش دائما شوكولا، اوقات فواكه اكيد. هلا الماما عم تشجعها اكثر على كمان، عم تمشيها على نظام غذائي مزبوط، وهي عم تقبل الفكره شوي شوي. برافو. لما بيكون في وعي بالعائله اكيد افراد العائله بوقت معين بيوعوا على هالنقطه المهمه، وهن لحالهم بيتبعوا نظام حياتي صحي لهم. هلا هي لانه شوي زغطوره بالبيت اكيد، بس اللي حتنتبه عليها بالعائله بدها اياه اكيد. ومين منا ما بحب يلي انت بتحبيه والشوكولا اكيد يا انجلا. ما هيك مهدي؟ شو هو طموحك؟ يعني نحن هون عم ندرس، عم نتخصص، عم نشتغل، وبنفس الوقت عم نمارس الرياضة بشكل محترف. شو الهدف اللي حاطه بحياتك مهدي؟ هلأ رياضياً عندي أنا، يعني أنا بمشي هدف خطوة ورا خطوة. إذا بدك أنا كلاعب فوتبول مثلت منتخب لبنان بالفوتبول، بس كلاعب فوتسال بعد ما مثلت منتخب لبنان. فهلأ هدفي أنا أنه أكون عضو بمنتخب لبنان. يعني هيدي الخطوة اللي أنا عم بمشي وعم بسعى لها هلأ، ومن بعدها بحب كون يعني يكون من افضل لعيبه بلبنان، ومن بعدها الاحتراف ليش لا؟ ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. وانجلا بس تكبري شو بدك تكوني؟ ستيليست ماد. مقرره من هلا خلص؟ ايه. انه هي هوايتي انه ارسم، بحب كثير وخيط. وهلا بترسمي عادة؟ بترسم حلو؟ وشو احلى ستيل عندك هلا مثلا؟ شو بتحبي اكثر شيء ترسمي؟ اي نوع؟ اي رسومات؟ اي ديزاينز؟ ديزاين يعني مثلا برسم بنات مع تشيبون وهيك. روب لونج، روب كورت، كيف بتحبي؟ كل الانواع. كل شيء وكل الالوان؟ بتحبي كل الالوان كمان؟ ايه بترسم هوايتها يعني، بس كون مع وقت بترسم تياب، فساتين، بتحب، عندها هيدا الشغف من هي وصغير. صح. مهدي يعني ذكرت انه انتو ثلاث بنات وصبيان شابين، صح؟ قدي انتو قراب من بعض وبتساندوا بعض؟ بتجتمعوا بمناسبات بالاعياد انتو كلكم كعائلة دايما؟ هلا انا اختي الكبيرة مسافرة، هي بباري عايشة هونيك، والباقي انه احنا ما حدا مجوز، فكلنا عايشين ببيت واحد، قراب كتير من بعض. وفي اختي على المناسبات بتجي، او بس نحن نقدر نحن منسافر لعندها، والحمد لله مجموعين وكلهم ندعم بعض. يعني مش بس هني بيدعموني، كمان نحن يعني كل حدا بيدعم التاني بالشي اللي هو بحبه. مهدي نحن نتشكرك، نتشكر وجودك معنا اليوم، انت واختك انجل كمان اللي كتير مهضومة. اكيد بدنا نتمنى لك كل التوفيق بالمباريات اللي حتصير بأربعة مارس. وانا بتشكركم على الاستضافة الحلوة بين بنك اوف بيروت واول ستارز، كل التوفيق لكم ان شاء الله بالفوز وتحقق كل امنيتك يا رب. ثانك يو لكم. شكرا لك. ميرسي انجلا. ميرسي. ثانك يو لكم. مشاهدينا رح توقف مع بريك قصير، بنرجع بنتابع معكم.